الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال الطلاب العام الدراسي. وزير التعليم يعلن ضم امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة. بعد إعلانه تقديم تشكيلة حكومية من الاختصاصيين بدون الثلث المعطل، الرئاسة اللبنانية تتهم الحريري بمحاولة فرض أعراف خارجة عن الدستور. بانوراما النيل، ساعة إخبارية شاملة. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس، مع منح أولياء الأمور الطلاب حرية اختيار الطريق الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا. في ذات السياق، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020-2021 بالمدارس. وقد وجه السيد الرئيس بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي. كما اطلع السيد الرئيس أثناء الاجتماع على آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر بمختلف محاوره، حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم، مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب، فضلا عن تطوير منظومة المعلمين في مصر. كما وجه السيد الرئيس بتطوير نظام امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة. من جانبه، قام الدكتور طارق شوقي بعرض إجراءات استئناف العام الدراسي الحالي بالمدارس، مشيرا إلى أن مصر كانت من أفضل الدول على مستوى العالم بشهادة المؤسسات التعليمية الدولية في التعامل مع جائحة كورونا منذ بدايتها فيما يتعلق بالقطاع التعليمي. كما تم استعراض خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة. كما عرض السيد وزير التربية والتعليم خطط الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. تناول الاجتماع استعراض جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية
وقد وجه السيد الرئيس باستكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية، بهدف توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير الخاصة بسلامة الغذاء، على أن يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من ذوي الخبرة العريقة في مجال الوجبات الغذائية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء والحفاظ على الاستدامة. وقد تم خلال الاجتماع عرض أبرز المحاور المطلوبة لمنظومة التغذية لكافة المراحل المدرسية التي تضم حوالي 23 مليون طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية لضمان نشر المنظومة وفقاً لأفضل النماذج المتبعة على المستوى الدولي، وتوفير الوجبات المدرسية للمراحل الدراسية المختلفة بجميع المحافظات. كما تم في ذات السياق عرض أهم مبادرات وزارة الصحة للكشف عن الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لدى طلاب المدارس، خاصة السمنة والأنيميا والتقزم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتي تشمل تقديم خدمة التثقيف الصحي للطلبة، وكذا فحص وتسجيل الحالات إلى جانب تحديد الخطط العلاجية والمتابعة وصرف الدواء مجانا وفق البروتوكولات العلمية الحديثة. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ستعقد في نهاية العام الدراسي 2021. اتفقنا أن من كيجي 1 لحد تالتة ابتدائي مفيش امتحانات على الأرض، مفيش امتحانات في لجان للمجموعة دي. الشهادة الإعدادية كانت بتتعمل على ترمين، ترم أول وترم تاني، احنا هنضمهم في نهاية العام، هيتم إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية في لجان تقليدية بس في آخر السنة، وهينزل جدول بها لاحقا. يبقى دلوقتي اللي في الشهادة الإعدادية ما عندهمش ترم أول، هيمتحنوا ترم تاني امتحان واحد في آخر السنة. وأضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم عقد اختبار لصفوف النقل في الرابعة الابتدائية إلى الثاني الإعدادي اعتبارا من يوم الأحد 24 من فبراير وحتى الأربعاء 4 مارس، بواقع امتحانات مجمعة في المواد الدراسية الأساسية بالمدرسة تعقد في يوم واحد لكل صف دراسي. موضح في الجدول ده يوم الأحد 28 فبراير رابعة ابتدائي. ليه اخترنا 28 فبراير؟ لأن النهاردة احنا 14، فاحنا مدين أسبوعين للولاد يحضروا نفسهم للي بنتكلم عليه دلوقتي، عشان احنا عارفين ان في جزء منه ما كانش بيحضر في الأجازة، فهنديله أسبوعين يجهز نفسه. أول ناس هتيجي اللي هي رابعة ابتدائي هتيجي يوم الحد هتمتحن وتبقى خلصت الترم الأولاني، يوم الاثنين 1 مارس 5 ابتدائي، يوم الثلاث وهكذا لحد يوم الخميس 4 مارس نكون سنوات النقل من رابعة ابتدائي لتاني اعدادي، خلصوا الترم الاولاني باقل قدر من التواجد في المدرسة. الامتحانات دي مجمعة، يعني في المواد الاساسية هيجي امتحان فيه سؤالين ثلاثة في كل علم من العلوم، وهيبقى يوم واحد لكل صف دراسي، ومحدش هيجي المدرسة غير طلاب السنة اللي عندها امتحان، المدارس تبقى فاضية. طيب، وهاتفيا ينضم إلينا الأستاذ محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ محمد، بعد التحية، أهم وأبرز ما توقفت عنده في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي. مساء الخير يا فندم، أهلا بكم. طبعا القرارات كانت كلها متوقعة، وأولا أوجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مد أجازة نصف العام أسبوع حتى يلتقط أبناؤنا أنفاسهم قبل الدخول للامتحانات. أنا توقفت عند بعض الحاجات اللي هي يعني ما كنتش متوقعها في القرارات، اللي هي 120 ألف طالب اللي هم المؤجلين الذين قاموا بتأجيل امتحاناتهم العام الماضي والراسبين في الثانوية العامة. العقد شريعة المتعاقدين، المفروض الطلبة دي تمتحن ورقي،
ولكن القرار كان النهاردة إلكتروني. عدم تحديد امتحان موعد امتحان الشهادة الإعدادية والمواد اللي هيمتحن فيها، هل الطالب سوف يمتحن خلال يمتحن مواد الفصل الدراسي الأول أم الفصل الدراسي الثاني؟ فإذا كان اقتصر على الفصل الدراسي الثاني سوف يعني حرام، يعني مش معقول. الحاجة الثالثة برضو موعد امتحانات الثانوية العامة لم يحدد في البيان. كان من المفترض تحديد موعد امتحان الثانوية العامة، الأسر كلها مشغولة والطلبة الوافدين لامتحانات أبنائنا في الخارج. لكن بقية القرارات والضوابط اللي صدرت يعني كلها في المعقول يا فندم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبا بحريا عابرا بقاعدة برنيس البحرية في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقات المصرية بشرم الشيخ ولانش الصواريخ في 18 من يونيو مع السفينة الإسبانية. جاء ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. يسهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية. ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي المادة 152 من أصل 292 مادة من مواد لائحة مجلس الشيوخ على أن تستكمل باقي مواد اللائحة غدا الاثنين. في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، وجه رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي الشكر للرئيس السيسي راعي التنمية لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة، وذلك بعد زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة تفقد خلالها مبنى مجلس النواب الجديد. إعجاز يفخر به كل مصري، سواء ما تم في المبنى الرئيسي لمجلس النواب والذي يضم القاعة الرئيسية التي تستوعب 1000 عضو، أو المباني الخدمية التي روعي فيها استيعابها لآخر مستجدات العصر. بعد ذلك استكملت الجلسة أعمالها بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيك للجلود، وتم إحالة القرار إلى لجنتي الصناعة والشؤون الخارجية. كما ناقش المجلس خلال الجلسة أيضا مشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تضم 292 مادة مقسمة على 12 بابا، حيث تمت ببداية الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مناقشة مشروع القانون. وبفتح باب المناقشة تم استعراض مواد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تم مناقشة 152 مادة من أصل 292 مادة من مواد لائحة المجلس على أن تستكمل باقي مواد اللائحة بالجلسة اللاحقة. مناقشة مواد اللائحة شهدت إجراء بعض التعديلات على بعض المواد محل النقاش، وسط حرص من رئيس المجلس على الاستماع من كافة الأطياف سواء الأغلبية أو المعارضة. جلسة عامة لمجلس النواب تم بمقتضاها الموافقة على قرارات عدد من اللجان المشتركة، وكذلك مناقشة مشروع قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بموادها 292 مادة على أن تستكمل المناقشات في الجلسة اللاحقة. من مجلس النواب، رمضان المطعني، النيل. تواصل المراكز الطبية بمحافظات الجمهورية فحص المواطنين من خلال دمج مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، والتي تشمل صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين والاكتشاف المبكر لضعف وعلاج السمع.
في إطار مبادرة الرئيس 100 مليون صحة التي تهدف إلى توفير خدمة علاجية ووقائية للمواطنين بمحافظة مصر كافة، تم دمج المبادرات الرئاسية بمراكز طب الأسرة للتيسير على المواطنين في تلقي تلك الخدمات الطبية بالقرب من مقر إقامتهم وتدليل المعوقات التي قد تواجههم، والتي تتضمن أيضا برامج توعوية وتثقيفية لهم. وإحنا اكتشفنا حاجة مبدئيا بنبعتها للمستشفيات التابعة، وذلك هما بقى بيزودوا التحاليل والأشعاعات لاكتشاف الأمراض اللي هي أمراض الثدي. بالنسبة للسمعيات فإحنا بنعمل كشف سمعيات للأطفال، وذلك الاكتشاف المبكر لضعف السمع. نكشف ضغط وسكر، ولو في طبعا أي زيادة في الضغط أو السكر فإحنا بنبعته للمستشفيات. حملة صحة المرأة مثلا بنعلمهم احنا محتاجين كل واحدة تتعلم هي هتعمل فحص لنفسها ازاي، وايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل قبل اللي تخليني افكر ان انا اروح اعمل المبادرة دي او اعمل فحص الثدي. في حملة الأمراض المزمنة مضطرين طبعا ان احنا نتكلم مع الناس عن العادات الغذائية السيئة اللي بتوصلني لضغط او سكر او اعتلال كلوي. المبادرات الرئاسية تتم وسط اجراءات احترازية غير عادية وفقا لمعايير الجودة ومكافحة العدوى بين المواطنين كافة. بشتغل صحة الام والجنين، بعمل فيروسات ثلاث كواشف زهري والايدز اللي هو المناعي والاتش بي، واحنا بنستكشف الام الحاله بتاعتها، لو في اي حاجه بتظهر احنا بنحولها على الكمبيوتر لاي مستشفى. بلبس لكل مريض او كل سيد او سيده بلبس لهم الجوانت الخاص بيه والشكاكه، بستعملها الشكاكه الخاصه بيها، وطبعا كل حاجه بتترمي في مكانها الصح اللي هو الشكاكه في الصندوق الاصفر في السيفتي بوكس، الجوانت في الصندوق الاحمر. طبعا بنكتشف الأمراض المزمنة دي بدري لو في ضغط أو سكر. المواطنون أثنوا على دمج تلك المبادرات وما يقدم خلالها من خدمات علاجية وتشخيصية بالمجان. أنا بصراحة استفدت منها كتير. أولا أنا جيت هنا المبادرة الأولانية اللي عملوها فحص الثدي دي أفادتني كتير جدا. أولا اكتشفت أن أنا في عندي ورم ورحت وتعالجت منه، دي حاجة أفادتني يعني ما كنتش هعرف من مبادرة فحص الثدي دي. المبادرة اللي بعد كده الضغط والسكر الحمد لله برضو جيت عملت. أنا استفدت مني هنا بيعملوا تحليل الضغط والسكر، بنكشف الفحص الثدي هنا هوت، بيقيسوا الوزن والطول. دمج المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة تحت سقف واحد بوحدات طب الأسرة خطوة مهمة تنتهي مع معاناة المواطنين في توفير خدمات علاجية ووقائية تلبي طموحاتهم. محمد حلمي، النيل. واصلت وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 21 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 4 مديريات أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة بالإكراه وبلطجة وسلاح ناري ومخدرات، وضبط معهم أسلحة نارية وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 666 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 908 قطعة سلاح ناري، من بينها 140 بندقية و69 بندقية آلية
و59 مسدسا و640 فرد محل الصنع، إضافة ل 1323 قطعة سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 2699 طلقة متنوعة و95 خزينة. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 445,316 حكما قضائيا، من بينها 1,881 حكم جناية، 161,092 حكم حبس، و 216,026 حكم غرامة، و 66,317 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضمت 47 متهماً قاموا بارتكاب 87 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 54 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 97 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1608 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1731 متهماً وبحوزتهم قرابة 252.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 285 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 31 كيلوغرام، إضافة إلى قرابة 19 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 44,952 قرص مخدر. أطلق وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي فعاليات مبادرة أخلاقنا التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية، وتهدف إلى إعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة وعرض أفلام توعوية ونشرها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. لإعلاء القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع من خلال تنفيذ عدة أنشطة ومشروعات متنوعة، أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مبادرة أخلاقنا. تغيرات المجتمع الكبيرة جدا في كل حاجة هينتج عنها بعض الأثار اللي هي ممكن نقول سلبيات هذا التقدم والتطور الكبير جدا، إذن لازم مؤسسات المجتمع أن هي تتفاعل، إحنا بنتفاعل وتفاعلنا يعني النهاردة في هذه المبادرة مع كل مؤسسات المجتمع الحقيقة الحكومي والمدني والشباب والشخصي، هي هذه المبادرة الكريمة اللي إن شاء الله هتستمر زي ما عملنا لا للتعصب واستمرت بشكل قوي جدا، إحنا أيضا مع مبادرة الأخلاق. تسعى المبادرة لعرض أفلام توعوية ونشرها في مختلف الوسائل بمشاركة مجموعة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة. ركز طبعا طول الوقت في الفترة اللي جاية كلنا كإعلاميين، السوشيال ميديا هي العامل الرئيسي اللي قالب الدنيا دلوقتي واللي بيحظى بمشاهدة كبيرة جدا من ولادنا وشبابنا، فبنعول عليها يعني من خلال برامج من خلال المسلسلات اللي بتقدمها إدارة شؤون معنوية وغيرها والتلفزيون المصري. الفن زي ما بيبني بيهدم، فلازم أبقى فاهمة كويس قوي المحتوى اللي أنا بحطه، يبقى عندي رقابة مش بس رقابة من المجلس الأعلى للإعلام ورقابة مصنفات فنية، رقابة داخلية عندي أنا كفنان، فإن أنا يا بهدم جيل يا ببني جيل، الكلمة اللي بقولها بتحسب عليا، بيشوفوني ملايين ومليارات في الوطن العربي، فأخلاقنا داخل العملية الفنية وخارجها حتى في حياتنا الشخصية مهمة جدا احنا ناخد بالنا منها. المبادرة تأتي من ضمن المبادرات البناءة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة لتأكيد على قيم التسامح والأخلاق. أخلاقنا مبادرة تسعى إلى المحافظة على المبادئ والأخلاق الحميدة في المجتمع المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية التي مر بها في الفترة الأخيرة، لتأتي المبادرة وتؤكد على أهمية الأخلاق لما لها من قوة في المحافظة على المبادئ وتماسك المجتمعات. منذر أبو دوح، النيل.
اتهمت الرئاسة اللبنانية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بمحاولة فرض أعراف جديدة في عملية تشكيل الحكومة على نحو يخرج عن الأصول والدستور والميثاق الوطني. جاء ذلك ردا على تصريحات الحريري في كلمته بمناسبة الذكرى 16 لاغتيال والدي رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي أعلن خلالها أنه قدم تشكيلة حكومية لرئيس ميشيل عون مكونة من 18 وزيرا كلهم من الاختصاصيين غير الحزبيين، وتخلو من الثلث الوزري المعطل باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من أزمتها. من أصل 18 وزير اعتبرت أنه لفخامة الرئيس 6 وزراء، علما أنه التيار الوطني الحر ما سماني، وفخامة الرئيس عم يقول لي أنه هو عم يحكي مع تياره. إذن 6 واحد منهم للتشناق يلي نوابه أعضاء بتكتل لبنان القوي وبيصوتوا كل مرة مع التكتل بالمجلس النيابي، ومن الخمسة الباقيين 4 أسماء تنطبق عليها مواصفات الاختصاص وعدم الانتماء الحزبي والكفاءة، اخترتهم من لائحة فخامة الرئيس اللائحة الملونة ما غيرها، والخامس شخصية محترمة اختصاصية غير حزبية مقربة من فخامة الرئيس، وسبق وطلب مني شخصياً ادعم ترشيحها لمنصب مرموق. وأضاف الحريري أن لبنان يعاني من عدم الاستقرار السياسي وغياب الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا مخرج من الأزمة بمعزل عن الدول العربية. لكن قلت لفخامة الرئيس وعم بقول أمامكم وأمام الله، أنا مستعد وجاهز وملتزم اليوم وبكرة وبعده، وما في قوة رح تفقدني الأمل ببلدي وبقدرة أولاد بلدي على وقف الانهيار والعودة إلى طريق التعافي بإذن الله. وبانتظار الفرج مثل ما شفتوا أنا عم زور الدول العربية والدول بالمنطقة وبالعالم لأحشد الدعم للبنان ولرمم العلاقات وخصوصا العربية حتى ينطلق الحل بسرعة. لما تتشكل الحكومة، ورح تتشكل الحكومة لأنه ما في مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب، والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين. ومتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد محمد السعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. سيد محمد، بعد التحية، يعني تأزم جديد ربما للمشهد السياسي اللبناني بعد تصريحات يمكن وصفه بالنارية لرئيس الحكومة سعد الحريري قابلتها الرئاسة اللبنانية باتهامات قوية بالخروج عن الدستور، كيف ترى هذا وما هي سبل الخروج من هذه الأزمة شديدة التعقيد برأيك؟ تحياتي لكم. يعني كان مطلوبا من المسؤولين السياسيين الرسميين في لبنان أن يبحثوا ويركزوا الحديث على كيفية إخراج لبنان واللبنانيين من هوة الانهيار السحيقة المالية والاجتماعية والاقتصادية التي اقتدرت إليها البلاد. فالرئيس الحريري نفسه استقال عام 2019 من رئاسة الوزراء على وقع انتفاضة أكتوبر الذي شارك فيها معظم الشعب اللبناني، معترفا بأن الحريرية السياسية السابقة وأن تتحمل مسؤولية جزء من التردي ومن الفساد الواقع في لبنان، مثل ما أن التيار العوني كان قد انغمس أيضا بدوره في هذه الطبقة السياسية، ومنذ عام 2005 وحتى الآن في كل المجالات الإدارية والمالية والاجتماعية، وبالتالي فإنه الآن مسؤول بشكل كبير عن حالة التردي التي وصل إليها لبنان. لا أقول الآن أن هناك مسائل شائكة تتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية، المسألة ليست في تقديري بين وزير بالناقص أو وزير بالزائد ولمن توزع الوزراء. المسألة هي أن التيار العوني في لبنان يعمل ويصر على التحكم بالحكومة المقبلة، لأنه يعرف
أن هذه الحكومة الجديدة سوف تشرف على الانتخابات المقبلة الرئاسية والنيابية، ويريد أن يكون له تواجد كبير فيها ويمسك بمقاليدها من خلال الثلث المعطل الذي ينادي به، لأنه يسعى إلى استمرار عهد الرئيس ميشيل عون إما بالتمديد له أو بالمجيء بصهره جبران بشير رئيسا للجمهورية أو من أي شخص آخر من التيار العوني ليضمن استمراره في هذه المسألة. وذلك كله كما قال الرئيس سعد الحريري خارج الدستور ويتراقب مع الدستور، دستور الطائف الذي انقلبت عليه هذه الطبقة السياسية وأقامت دستورا خاصا بها يعني ينسق فسادها وينسق سيطرتها على مقدرات البلاد وعلى وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها، وبالتالي أدى إلى ظهور هذا الفساد والانهيار التام الذي نشهده في لبنان. الحل برأيي لا يكون إلا بتشكيل حكومة من أخصائيين غير حزبيين يلتزمون بعملية الإصلاح بما في ذلك التدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان، وبما في ذلك يعني إعادة بناء الجهاز القضائي على أساس أنه سلطة مستقلة وليس تابعا لهذا الفريق أو ذاك، وأن يكون هناك انتخابات نيابية تجري على أساس لا طائفي وانتخاب مجلس الشيوخ لضمان الطوائف. كل هذه المسائل ينبغي يعني أن تتأكد وتتحدد لكي يكون اهتمام المسؤولين الرسميين في لبنان بالشعب واهتمامهم بالدولة واهتمامهم بمصير الدولة، حيث أن هذه الدولة الآن تفقد مقوماتها واحدا بعد الآخر، وهناك مطالبات عربية مثل ما قدمته مصر من خلال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنانيين بأن يلتزموا بمصالح البلاد أولا فوق مصالحهم الشخصية. صحيح، أشكرك جزيل الشكر السيد محمد سعيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. السفارة الأمريكية في ميانمار تحذر رعاياها بعد تقارير عن تحركات عسكرية وسفارات غربية تقود الجيش على عدم استخدام العنف. والآن مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميلة حنان عاطف. إليك حنان. شكرا لك أمل. إذا مشاهدينا نظرة على أخبار المال والأعمال وأهم ما فيها. البنك المركزي يؤكد وجود طفرة بمحفظة شركة ضمان مخاطر الائتمان وصلت لنحو 95 مليار جنيه. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس التنفيذي لشركة سي تي بي المتخصصة في إقامة مجمعات الأعمال بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. وخلال الاجتماع قال الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة طويلة الأمد في مصر من 300 إلى 600 مليون دولار خلال 5 سنوات، وذلك عبر إقامة مجمعي أعمال في القاهرة على مساحة 2 مليون لكل منهما توفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة. وأضاف أن الشركة تضخ استثمارا طويل الأمد من خلال تملك الأراضي لإقامة مباني صناعية، ما يسهم في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. أعلن البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان حققت طفرة في حجم أعمالها خلال عام 2020 بنسبة تزيد على 100% عن عام 2019. وأوضح المركزي أن حجم محفظة الائتمان المضمونة من الشركة بلغ حوالي 95 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 69 ألف عميل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبرى و100 ألف عميل في القطاع المتناهي الصغر، ممثلة بذلك حصة تسويقية تقدر ب 42% من إجمالي حجم ائتمان البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأشار البنك إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ حزمة إنقاذ لدعم الاقتصاد القومي ومواجهة تداعيات كورونا. أكد
أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن شركات الكهرباء الفنلندية تعد شريكاً موثوقاً به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفيرة فنلندا لدى مصر لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء. وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية. أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوما جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا. وأشارت جامع إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار. وأكدت وزيرة التجارة حرص الوزارة على حل المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية والاستفادة من كل الأدوات والقواعد التجارية التي تكفلها منظومة التجارة الدولية. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون لتبلغ 2066 محلا تجاري. وأوضحت الوزارة أنه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 156 محضرا تنوعت بين 3 محاضر عدم إعلان و153 محضر أوكازيون وهمي. وأشارت الوزارة إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بلغت 93 محال قطاع أعمال و1923 قطاع خاص بالإضافة إلى مشاركة عدد 39 محال قطاع استثماري و11 محال قطاع تعاوني. وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسويقها في المحال التجارية. قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصلحي إن العام الحالي سيشهد انتشارا كثيفا لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تتراوح من 25% إلى 30%. وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية أنه من المخطط بدء تلك المعارض في مطلع شهر أبريل على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام. وسوف تراعي الوزارة نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان. وأوضح المصلحي أن منافذ جمعيتي التي يصل عددها إلى 6000 منفذ سوف تشارك في معارض أهلا رمضان لهذا العام. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كانت هذه نظرة على أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أعود وألتقي بحضراتكم بعد قليل في نظرة على أخبار الكرة والملاعب. والآن عودة من جديد لزميلتي أمل، إليك. أشكرك حنان. دعت سفارات غربية اليوم جيش ميانمار على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وحذرت السفارة الأمريكية رعاياها المقيمين هناك وطالبتهم بالاحتماء في أماكن آمنة بعد رصدها تحركات عسكرية في يانغون. ليلة مروعة خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في مدن ميانمار الرئيسية لليوم التاسع على التوالي في مظاهرات مناهضة للانقلاب. وخلال الليل شكل السكان دوريات في شوارع مدينتي يانغون ومانديلاي ثاني أكبر مدن البلاد خوفا من المداهمات ووقوع جرائم بعد أن أمر المجلس العسكري بالإفراج عن آلاف السجناء وإلغائه العمل بقوانين تحمي الحريات. وعلى الرغم من أمر حظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر، خرج المتظاهرون في مدينة يانغون أكبر مدن البلاد حاملين لافتات تدعم العصيان المدني، وخرج مئات الطلبة في مسيرة رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سوتشي المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة في الأول من فبراير الجاري، حيث لا تزال سوتشي وكبار أعضاء حكومتها وحزبها رهن الاحتجاز.
من جانبها حثت السفارة الأمريكية في البلاد مواطنيها على الاحتماء في أماكن وجودهم، مشيرة إلى تقارير عن تحركات عسكرية في يانغون بعد مشاهدة عربات مدرعة هناك لأول مرة منذ الانقلاب. يأتي هذا في الوقت الذي أعاد فيه الجيش العمل بقانون يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يزورهم خلال الليل، وسمح لقوات الأمن باحتجاز المشتبه بهم وتفتيش الممتلكات الخاصة دون إذن المحكمة. تستمر حفلات دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب بمشاركة كوكبة من أكبر نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وفي الليلة الرابعة يحيي الحفل الفنان الكبير هاني شاكر. متابعة تنضم إلينا من قلب دار الأوبرا المصرية زميلة أمل صبري. أمل، بعد التحية هل لك أن ترصدي لنا الأجواء الاحتفالية العامة حتى هذه اللحظات بعيد الحب؟ التحية لك يا أمل ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. بمشاركة أمير الغناء العربي الفنان الكبير النجم هاني شاكر والنجم الكبير أحمد سعد والفنانة آيات فاروق، انطلقت الليلة الرابعة من مهرجان عيد الحب واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتحت رعاية وإشراف وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم. ويسعدني أن يكون معي الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. دكتور مجدي، بنرحب بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك وكل مصر بخير، وعيد حب سعيد على كل المصريين وكل العالم إن شاء الله. يعني احتفالية ومهرجان ضخم دار الأوبرا المصرية بتنظمه بمشاركة ضخمة من كوكبة من نجوم الغناء والفن والموسيقيين من مصر والوطن العربي، كلمنا عن هذا المهرجان الضخم اللي بتنظمه. المهرجان يعني عدد أيامه 5 أيام، مستضيفين فيه ألمع النجوم وأحسن النجوم، سواء النجوم اللي احنا بنحبهم الكبار وسواء النجوم الشباب. عندنا كان أول يوم كارول سماحة، تاني يوم كان في جنات، تالت يوم كان في مدحت صالح، رابع يوم النهاردة هاني شاكر، وبكرة إن شاء الله الفنان الكبير علي الحجار. دكتور مجدي، يعني أنا شايفة ما شاء الله إقبال كبير من الجمهور على حضور هذه الاحتفاليات، يعني كلمنا عن الإجراءات الاحترازية اللي الأوبرا بتعملها خصوصا في هذا التوقيت البالغ الحساسية. احنا الإجراءات الاحترازية بننفذها بشدية جدا وبحزم جدا، من منذ دخول الجمهور من على البوابات الرئيسية للأوبرا بنلاقي بوابات التعقيم وجهاز قياس الحرارة، ولازم يبقى داخل بالكمامة، وبعدين بيجي في الاستقبال تحت هنا هوت بيبقى في كاميرات لكشف الحرارة عن بعد وكشف الإصابات عن بعد، وفي بوابات تعقيم مرة تاني، وما يقدرش يخش غير بالكمامة، ولازم يلتزم بالكمامة طول ما هو جوه دار الأوبرا. عندنا بعد كده هوت بيبقى في التباعد جوه المسرح، احنا بنشتغل بنسبة 50% اللي معالي رئيس الوزراء قالها واللي معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم قالتها، فاحنا شغالين بيها وبنشدد جدا على الموضوع دوت، وفي تباعد سواء كمان للجمهور او للفنانين اللي على خشبة المسرح. دكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا فندم، شكرا لك ولكل المشاهدين. يعني كما تابعنا أمل مهرجان عيد الحب من دار الأوبرا المصرية ومنارة الفن والثقافة في مصر والوطن العربي، بيشارك فيه على مدار 5 أيام أكثر من 15 مغني ومطرب وفنان وموسيقي من مصر والدول العربية، وكل ذلك بيأتي وسط إجراءات احترازية مشددة بتطبقها دار الأوبرا المصرية. أنا بشكرك جدا أمل صبري مراسلة النيل ومن قلب دار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، بانوراما النيل ما زالت متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل. فيروس كورونا يلقي بظلاله على الاحتفالات بعيد الحب في مختلف دول العالم. ألقت جائحة كورونا بظلالها على الاحتفالات بعيد الحب هذا العام، حيث تراجعت مبيعات الشوكولاتة والزهور التي تستخدم عادة للتعبير عن مشاعر الحب والامتنان في هذه المناسبة. الحب في زمن الكورونا، هذا هو الحال هذا العام بعدما اجتاحت الموجة الثانية من الفيروس مختلف دول العالم. فبدلا من الاحتفال بعيد الحب بالشوارع المزينة بالقلوب الحمراء وتقديم محل الهدايا عروضا خاصة، ألقى الفيروس بظلاله على تلك المناسبة.
الظهور والشوكولاتة وبطاقات المعايدة كلها من الهدايا الأساسية في هذا الوقت، لكن يبدو أن كورونا جعل عيد الحب مختلفا هذا العام. ففي بلجيكا فتحت محال الشوكولاتة أبوابها أمام الزبائن وقامت بتقديم أشكال متنوعة من الشوكولاتة وسط إحباط شديد لقلة الإقبال، حيث انخفضت مبيعات الشوكولاتة عالميا بنسبة تصل ل 20% في آخر 6 أشهر. ووفر عدد من المحال خدمة توصيل الشوكولاتة لتشجيع الزبائن على شرائها، إلا أن أصحاب المحال عبروا عن حزنهم بسبب عدم وجود زبائن بسبب المخاوف من فيروس كورونا. أما في إسبانيا فقد أقبل المواطنون على محل الزهور خاصة، وأن تلك المحال تتميز بتواجدها في الأماكن المفتوحة، وهو ما شجع الزبائن على شراء الزهور دون الخوف من القيود المفروضة على الأماكن المغلقة مثل المطاعم والمحلات التجارية. ويتطلع أصحاب محل الزهور إلى أن يكون موسم عيد الحب هذا العام موسما رائجا بعد عام صعب من الآلام والأحزان بسبب تداعيات كورونا، خاصة وأن إسبانيا كانت واحدة من أكثر الدول تضررا بسبب فيروس كورونا. بطاقات المعايدة أيضا شهدت تصميمات جديدة من نوعها ومحتوى حمل طابعا كوميديا للتخفيف عما سببه فيروس كورونا من عزلة وأزمات نفسية مثل القلق والتوتر. ومن ضمن تلك الكروت ما كتب فيها أن التباعد الاجتماعي لا يمكن أن يبعد المحبين الحقيقيين، وأخرى كتب فيها لن أمل أبدا من حظر التجول ما دمت برفقتك، ارتد الماسك فأنت غالي عندي. وختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بمنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال طلاب العام الدراسي. وزير التعليم يعلن ضم امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة. بعد إعلانه تقديم تشكيلة حكومية من الاختصاصيين بدون الثلث المعطل، الرئاسة اللبنانية تتهم الحريري بمحاولة فرض أعراف خارجة عن الدستور. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي أتيناكم بها من قناة نيل للأخبار من قلب القاهرة ومنها لكم كل تحية.